الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وصله الله بدين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ما زلنا أيها الأحباب وإياكم مع الحكم لابن عطاء الله الإسكندراني. هذه الحكم يعالج فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عن عديد من القضايا، يخاطب فيها الروح، روح الإنسان، يزكي روحه ويطهر نفسه ويجعله إنسانا ملائكيا يمشي فوق الأرض، ولو أنه إنسان يشبه الملائكة في تصرفاته. فلذلك وصلنا في الأسبوع الماضي أيها الأحباب في الحكمة 130، الحكمة 130، 30 و100. يقول فيها ابن عطاء الله في الحكمة هذه: الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. هذا شوف يعني كيف الإمام ابن عطاء الله يشرح يعني الستر. نقول اللهم استرنا. هذا الستر يقول فيه ابن عطاء الله هو على قسمين: ستر عن المعصية، يعني حتى المعصية ما تشوفهاش بعينك، وستر في المعصية عندما تتلبس بالمعصية. فيقول ابن عطاء الله: فالعامة يطلبون الستر من الله فيها، يعني لما يوقع في المعصية يقول يا رب استرني حتى ما يشوفنيش يعني حد. علاش؟ خوف سقوط مرتبتهم عند الخلق، حتى لأن الناس ما يعلموا بأن فلان ارتكب أو فلان دار، فلان زنا، فلان شرب الخمر، يعني القيمة دياله عند الناس تسقط. هذا عامة الناس. الخاصة يعني كاين العامة، عامة الناس، كاين خاصة الناس. الخاصة يطلبون الستر عنها حتى لا يرونها تماما، ماشي غير فيها، ما يشوفوهاش، ما يتلاقوش بهذه المعصية تماما. يطلبون من الله عز وجل أن يسترهم عن ماذا؟ عن المعصية، ماشي في المعصية، لأن كاين في وكاين عن، في معنى الضفية. هذه عامة الناس، يقول يا ربي لما نوقع في المعصية تسترني ما يشوفني حتى أحد. لكن يعني عامة يعني العلماء الصالحون أولياء الله الربانيون يطلبون من الله عز وجل أن يسترهم عن المعصية حتى لا يرونها تماما. لماذا؟ خوف سقوطهم من نظر الملك الحق. يعني الناس الصف الأول كيخافوا يعني من مخلوق، والثاني يخافون من ماذا؟ من الخالق. هذا هو الفرق يعني، وهذا فرق كبير جدا أيها الأحباب. طبعا الستر هو الحفظ والتغطية، الحفظ والتغطية معنى أن يحفظك الله عز وجل. فالعامة يطلبون الستر من الله فيها مع وقوعها. لماذا؟ لأن لا يسقط من عين الخلق، باش يبقى دائما عنده مكانة في المجتمع. ولذلك هؤلاء النوع من الناس دمهم الله، قال في حقهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. طبعا
هؤلاء محط نظرهم إنما هو شهود الخلق فقط، يعني خايف غير من الناس، غائبين هؤلاء عن نظر الملك الحق سبحانه وتعالى. علاش؟ لأن الإيمان ديالهم ضعيف، واليقين ديالهم قليل، والبصيرة ديالهم عمياء، فلذلك دائما كيشوف إحدى رجليه فقط، يخاف من الناس باش لا يشيرون عليه. ويقول الله عز وجل في بعض الأخبار: يا عبادي إنكم تعتقدون أني لا أراكم، تعتقدون أنني لا أراكم، فالخلل في إيمانكم. إذا اعتقدت بأنني ما شوكمش، راه الخلل فين؟ في الإيمان ديالك. وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إذا كنتوا ما تعتقدوش بأنني نشوفكم، ربما خلل في إيمانك. وإذا كنت تعتقد بأنني أراك، يقول الله عز وجل: ولكن فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أنت تدير المعصية والله يشوفك، والله عندك لا شيء. ففي الحالتين أيها الأحباب، إما أنك تعتقد بأن الله يراك، أو تعتقد بأنك لا ترى الله عز وجل، في الحالتين صعب. فالخاصة يطلبون من الله عز وجل الستر عنها والعصمة منها، يعني خشية أن يسقطوا من عين الحق وليس من عين الخلق. كاين الفرق بين عين الحق وعين عين الحق هو عين الله، أن لا يسقط من عين الله، أن لا يكون له قيمة، أن ما تكونش عنده قيمة عند الله، لا، هو دائما يريد أن تكون له قيمة عند الله. أما البشر لا يهمه، حتى لو غضبوا عليه الناس كلهم وسخطوا عليه الناس كلهم والناس كلهم عادوه، فلا ما عندوش، ما يهمه شيء أبدا. حتى لو اجتمع الناس كلهم وقالوا بأنهم يريدون أن يضروه، ما استطاعوا لذلك سبيلا. ولو اجتمعوا جميعا وقالوا يجب أن ننفعه، ما استطاعوا لذلك سبيلا. فلذلك الخاصة أيها الأحباب هذا دائما يطلبون من الله عز وجل أن يسترهم عن المعصية، ما يتلقوش معها، ما يتلقوش مع المعصية تماما، شغي في المعصية ما يشوهاش، حتى لا يسقطوا من عين الحق، يبقوا دائما في عين الله عز وجل كبار، وفي عين الله عز وجل مرضيين، والله يرضى عنهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صحابته رضي الله عنهم أجمعين يطلبون ذلك. هذه حكمة أولى. الحكمة الثانية 131، يقول ابن عطاء الله: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. معنى يقول ابن عطاء الله: إذا كان الحق الله عز وجل تولى حفظك برعايته، وستر مساويك بستر عنايته، فغطى وصفك بوصفه، ونعتك بنعته، ثم توجه الناس إليك بالتعظيم والتمجيد والتكريم، فاعرف منة الله عليك. لأن يعني الله عز وجل شحال ديال العيوب اللي فيك استرها ما شافوهاش الناس، وإنما أظهر فيك الله عز وجل الوصف دياله، العظمة، يعني الأشياء الجميلة، يعني التمجيد، التكريم، الجود. فيعني الناس أصبحوا يمجدونك ويكرمونك ويعظمونك، فيجب عليك أن تعرف منة الله عليك. هذه منة الله، لماذا؟ لأنه ستر كل عيوب وأظهر فيك الجميل، فأصبح الناس ينظرون إليك. فلذلك يجب عليك في هذه الحالة، يقول ابن عطاء الله: فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. يجب عليك أن تحمد ماذا؟ تحمد شكون؟ اللي سترك. ما تحمدش اللي شكرك واللي حمدك. أشكرك، إذا فيك حاجة يقول لك أشكرك، بشر مثلك أشكرك، لأن أصبحت في عينه عظيم، وأصبحت في يعني في عين هذا الإنسان مثلك كريم، وأصبحت في عينه جواد، وأصبحت لك قيمة في عينه. ولكنك أنت يعني يقول ابن عطاء الله: فالحمد يجب أن يكون لمن سترك، لا الحمد لمن أكرمك وشكرك. لا إله إلا الله.
ها؟ فمن أكرمك فإنما أكرم فيك جميل. اللي كرمك كرم فيك واحد صفة من صفات الله. الله ستر كلش الصفات الخيبة وظهر فيك غير الحاجة المزيانة. أكرمك لستر الله عز وجل لأن الله أظهر فيك جميل. ولذلك يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحمد في الحقيقة طبعا إنما هو لمن سترك لا لمن أكرمك. إذ لو أظهر للناس درة، لو أظهر الله عز وجل للناس درة، درة هي صغار الشيء الذي لا يوزن في الميزان، من مساويك لمقتوك وأبغضوك. لو أظهر الله عز وجل للناس المساوي ديالك، الشيء اللي كتستروا على الناس اللي بينك وبين الله والله اللي كيعلمه، لو أظهرها الله للناس ما بقاش يقول الناس أشكرك نشكرك، لا، وإنما ينقتونك ويبغضونك. فلذلك فاشكر الله على ما أسدى إليك من الكرم وغطى عليك الله سبحانه وتعالى من المساوئ التي توجب أنواع عن الإذاية والنقب. وحنا اليوم كان عن المراية ديالنا والكاميرا ديالنا كتشوف غير الحوايج اللي مزيان، لكن الشيء اللي بيننا وبين الله، والله أعلم بكل شيء، يعلم السر وأخفى. فأظهر الله عز وجل منك ما هو جميل. فلذلك ترى الناس، يعني الإنسان جميل عند الناس ومحبوب وكذا، ولكن الشيء اللي شافوه الناس، يعني أحبوك الناس لما رأوا فيك من ماذا؟ من خير، من وصف الله الذي أظهره فيك. ولو أراد الله عز وجل أن يظهر فيك ما هو يعني رديء وما هو قبيح لا بغضك الناس ولا مقتوك ولا ما يبقاش عندك قيمة في المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغت الإذاية كل مبلغ من حبيب الله صلى الله عليه وسلم، إذاية معنى كل مبلغ من حبيب رسول من حبيب الله عز وجل سيدنا محمد، ما زاد على أن قال: لا غنى لي عن عافيتك، عافيتك أوسع لي. لا غنى لي عن عافيتك، عافيتك أوسع لي. وطبعا أن الناس طبعا على ثلاثة أقسام: قوم عوام لا يشهدون إلا الخلق، وقوم خواص لا يشهدون إلا الخالق، وقوم خواص خواص يشهدون الخالق في الخلق والموسوط في الواسطة فيعطون كل ذي حق حقه. وهذه طبعا هذه مقامات كبيرة جدا أيها الأحباب، يعني النوع الأصناف ديال البشر يعني أصناف عجيبة جدا. إذا تحققت أن الذي أكرمك هو الذي ستر عيوبك وغطى مساويك بعد اطلاعه على خفاياها وعلمه بخباياها فاتخذ صاحبا. إذا عرفت بأن كل شيء يعني العيوب اللي فيك والمسائل كلها، ولكن الله أظهر فيك الشيء الجميل، قاع الحاجة اللي ماشي مزيان استرها عليك. احنا كنقولوا: اللهم استر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واسترنا يا رب، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا رب استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض لما نكون في القبور، واسترنا يوم العرض أي من يوم نعرض على الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل ستر منك كل العيوب وأظهر منك الشيء الجميل، فيجب عليك أن تتخذه صاحبا وكن له مراقبا ودع الناس جانبا. ولذلك يقول ابن عطاء الله: ما صحبك من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. شوف ابن عطاء الله كيف يتكلم حكمة، قال: ما صحبك من صحبك وهو بعيبك عليم. ما يمكنش واحد في الدنيا يتخذك صديق وصاحب وهو كيعرف العيوب ديالك، انت سراق وكذاب وزاني والى اخره، كيف يصاحبك الناس؟ ما يمكنش ابدا الا الله سبحانه وتعالى. الا الله علم بعيوبك كلها واتخذك صاحبا.
وسترى عيوبك. أما أي واحد في البشر في الدنيا فش عم تقول له ودي أنا غادي تكون صاحبي، ولكن رد البال غادي نكون صديق ديالك ولكن رفيع. راني ندير وراني نعمل وراني نسكر وقمار جمع كل شيء مصاعب الدنيا، واش الناس يقربوا لك؟ لا يمكن أبدا. كل شيء الناس يقول ودي أعوذ بالله، نمشوا مع السيد ما نمشوا إلا الله سبحانه وتعالى. الله خلقك وعلم بعيوبك وهو يعلم كل شيء واتخذك صاحبا. ولذلك قال ابن عطاء الله: ما صاحبك من صاحبك وهو بعيبك عليم، وهو عليم بعيبك لا يمكن. وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، إلا الله. طبعا ابن عطاء الله في هذه الحكمة يقول: إذا علمت أنه ليس لك صاحب إلا مولاك، لأنه هو اللي يعرف العيوب ديالك وهو اللي معك، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. معك فين مشيت؟ احنا قلنا بأنه لو طرحت عيوبك على أحد قال لك ودي الله يحفظنا من ذاك السيد، نترك مع هذاك ولا نتزوج مع ذاك السيد ولا نتشارك مع ذاك السيد، هذاك راه فيه وفيه 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 كل شيء الناس رموك. الله معك بعيوبك بمصائبك بمشاكلك، معك الله عز وجل، إلا الله عز وجل. فإذا إذا كان كذلك الله معك وعلمت ذلك وعرفته، فاعرف حقيقته أو حقيقة صحبته، تعرف هذه الحقيقة، هذه الصحبة، والزم الأدب مع الله في ظاهرك وباطنك، واستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. الرسول يقول لنا استحيوا، ما نحشموا من الله حق ما يريد منكم الله من هذه الحياة. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي، والحمد لله إحنا كنحشموا والحمد لله. هذو الصحابة قالوا: إحنا يا رسول الله إحنا رحنا نحشموا والحمد لله. ماذا قال رسول الله؟ قال لهم الرسول: ليس ذاك، مش هذا هو الحياة، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة. إذا بغيت تحشم من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى. تحفظ الرأس، وش اللي في الرأس؟ شنو اللي في الرأس؟ فيه الأنف، فيه العين، فيه الفم، فيه الأذن، فيه المخ. إذا أردت أن تستحي من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما عوى، بمعنى لسانك لا تقل به إلا خيرا، عينك لا ترى بها إلا جميل، أذنك لا تسمع به بها إلا ما يرضي الله، مخك العقل ديالك لا تفكر به إلا ما أراده الله عز وجل منك. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. البطن يعني البطن والفرج، ما في بطنك الدات ديالك كلها تحفظها، يعني الشيء اللي داير بهذا البطن هذا. وتذكر أو تذكر القبر والبلا، معنى تذكر بأنك يوم من الأيام ستذهب من الدنيا وتدخل إلى قبرك وحيد، وهذه تصبح عظام بالية بعدما كنت لحما طريا ودما وعظما وإنسان يتكلم، تصبح يعني خشبة أو تراب بالي، ميح العظام وهي رميم. قال له سيدنا رسول الله: فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يعني اللي دار هذه الأشياء هذو هو اللي كيحشم من الله حق الحياة، معناه حق ما يريده الله عز وجل منه. فلذلك الصاحب الذي يدوم لك هو الذي يصحبك، هو اللي معك دائما. الصاحب اللي يدوم ولك يكون معك دائما، وهو الصاحب الذي يدوم معك هو عالم بعيبك
لأن ذلك داع للسلامة من التكليف والرياء والتصنع. يعني ما يمكنش تصنع الناس وتبين لهم الرياء وتبين واحد الصورة بواحد الشكل مع الناس وشكل أخر. ولذلك علمنا الإسلام لما يكون نوصل لهذه الدرجة ما بقى عندنا رياء ولا سمعة ولا 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 تكبر على الآخرين، لأن الله معنا معك في المسجد، في المسجد، في الدار، في العمل، في السماء، في الأرض، في البحار، في كل معك الله عز وجل. إذن لما علاش تكبر وعلاش تدير رياء وعلاش تصنع؟ أبدا، معك صاحب هو الله سبحانه وتعالى، معك الله عز وجل مطلع على سرك وعلانيتك. إن عصيته سبحانه وتعالى سترك، وإن اعتذرت إليه قبل عذرك، قلت يا ربي أنا درت وعفلت وده، يا ربي اغفر لي، يغفر لك الله عز وجل. ولذلك أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت الصاحب في ماذا؟ في السفر. الكلام هذا اللي يقول ابن عطاء الله ما جابوش من يعني خود، ما تمشي الكلام ديال الربانيين هذو، خذوه لأنهم قرأوا الدين، فهموا القرآن والسنة، واستنبطوا هذه الأحكام من ماذا؟ من حديث رسول الله. كان الرسول عندما يريد أن يسافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد. هذا هو الصاحب الذي نتكلم عليه، صاحبك معك. يمكن الأصحاب كلهم يغيبون، تمشي تدخل الدار ديالك تسد عليك البيت، أصحاب كلهم مشاو للديار ديالهم، لكن معك الصاحب، معك الله عز وجل. فين ما مشيت يعلم سترك، يعلم عيوبك ويسترها، سترها في الدنيا، وقادر سبحانه وتعالى يسترها في الآخرة. حتى جاء في الحديث عن الرسول أن الإنسان يوقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فيعرفه الله بذنوبه. يعرفه الله بماذا؟ بذنوبه. من يعرفه؟ يقول له الله عز وجل: أتعرف ذنب كذا؟ هذا الذنب هذا تعرفه ولا ما تعرفوش؟ أنت اللي درسه ولا مش درسه؟ فيقول الإنسان: يا ربي أنا الذي عملت، فعلت هذا الذنب يوم كذا، يعني كذا، في المكان الفلاني، في الساعة الفلانية. فيعرفه الله، كلما عرفه يقول: عرفت يا رب. يعترف بينه وبين الله، طال يحتى واحد. فعندما يعرفه ويعترف الإنسان، يقول الله عز وجل لهذا الإنسان: يا عبدي أنا قد سترتها عليك في الدنيا، أنا في الدنيا سترتك ما عرفك حتى واحد، فأنا أستره عليك اليوم، أنا اليوم أستره عليك، أدخل الجنة. الله أكبر. شوفوا أيها الحبيب، هذا هو اللي لما نوصل، هذا نوصل أدب، يكون عندنا أدب مع الله سبحانه وتعالى. لما نوصل هذه الدرجة نعرف الصاحب، ونعرفه بأنه كل شيء الناس نقدروا ندوخوهم يعني ونترشيو عليهم، إلا الله عز وجل ما نقدوش أبدا، هو معنا في أي مكان تمشي معك. فلذلك أن الأمر الذي يرغب في الصحبة ويعقد المحبة والمودة أمران، أحدهما معنى جوج الأمور لكي يجعلوا هذه المحبة التي تكون بينك وبين الله عز وجل، جوج الأمور. أولا، ما تقدم من كون الصاحب يغطي شيلك، هذا الصاحب الذي معك له والله يغطي عيوبك. شو واحد في الدنيا، واحد بحالك بحاله دارت قدامه شي حاجة وراء اليوم غادي يسترك، ما كاين مشكل. ولكن العام الاخر نهار يعني انت ويا ما تقدوش، قول لهم هذاك وعليه شحال عنده دار وعمل ويبقى يجبد لك الدوسيات الدوسيات كلها ديالك يجبدها وحده وحده. هذا يعني اذا كنت عندك صاحب مثلك، خلق مثلك، اذا راك عملت شيئا يمكن يسترك اليوم، ولكن يجي واحد النهار اللي الدوسي تجبد، قول انت نعرفك ونعرف كذا وانت درت وعملت، يجب الدوسي كلش. لكن الله أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى يعني يسترنا، وهذا هو الشيء الذي يجعل المحبة قوية بيننا وبينه. لماذا؟ لأنه الذنوب والعيوب يعني يسترها، كل ما في نشين اللي ماشي مزيان يستره، ما يجيش واحد نار يفضحك أبدا.
يستر الله عز وجل العيوب ديالنا بالحلم ديالو، ويستر وصفه يعني الوصف ديالنا بوصفه، الوصف ديالنا كيستر الله عز وجل بالوصف ديالو. هذا الأول اللي كيجعل العلاقة بيننا وبين الله قوية، والمحبة بيننا وبين الله عز وجل قوية. حتى لو كان عندك صاحب في الدنيا مثلك ومثله، راه ما يقدرش يجي واحد النهار يقول لك ودي صافي، ما يقدرش يستك يا أخي، يعني درت صافي خلاص ما فيش. يعني حتى الزوجة اللي مع الإنسان تعيش معه 30 سنة و 40 سنة، يعني نهار يوقع خلاف بينه وبينها ويقع طلاق، يعني الدوسيات جبت ياكل لها كاع الشيء اللي كان مسر هذاك السيد. انا اللي عرفاه وانا اللي داير، وهذه هذاك كان يدير وكان يعمل، وانا اللي سترته، انا اللي سترته، يعني جبت لي كل شيء. هذه زوجتك معك اولاد معها، يعني نهار يوقع خلاف بينك وبينها، وهذه صاحبه ما اتخذ الله صاحب، يعني الصاحبه هي الزوجه، هذه الصاحبه التي كانت علاقتكما علاقه توافقية، عندكم أولاد، عندكم حياة، عندكم إلى آخره، نهار يكون انفصام خلاص كل شيء جبت. لكن الله الصاحب سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا، يعني يسترك الله عز وجل، يستر يعني وصفك بوصفه. يعني المسألة الثانية اللي كتجعل العلاقة بيننا وبين الله قوية، كونه يحبك، كون الله عز وجل يحبنا ويطلبنا إلى حضرته من غير غرض ولا منفعة، ولا منفعة له في صحبتنا، يعني المنفعة دياله ما عندوش الصحبة ديالنا باش نكون أصحابه، يريدنا ماشي المنفعة ديالنا، ماشي المنفعة دياله، المنفعة ديالنا احنا. يعني الصاحب في الدنيا لما تشوف شي واحد صاحب مع واحد راه عنده هدف، يريد من صحبة هذا الإنسان، عنده علاقة مادية ولا مالية ولا شغل ولا أي شيء. لكن الله عز وجل يحبنا ويطلبنا إلى حضرته من غير غرض ولا منفعة له في صحبتنا. ولذلك إلى هذا الثاني أشار ابن عطاء الله في الحكمة 132، يقول ابن عطاء الله: وخير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. يعني خير، يقول ابن عطاء الله قالك لا يوجد هذا الوصف المجيد إلا للغني الحميد الفعال سبحانه وتعالى. هذا الصفة اللي قال ابن عطاء الله لا يمكن أن تكون في أي بشر إلا في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب من يشاء بلا علة، يحب من يشاء بلا علة لا سبب، ويمقت من يشاء بلا ضرر يعني يلحقه. يقول ابن عطاء الله: يحب من يشاء بلا علة ولا سبب، ويمقت من يشاء بلا ضرر يلحقه ولا تعب، يقرب من يشاء بلا عمل، ويبعد من يشاء بلا زلل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذن يقول: وخير من تصحب من يطلبك، خير من تصحب هو اللي بغاك اللي كيعيط عليك: يا عبادي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، ها، يا من آمن بالله ربا، يناديك دائما: أجي تعال، باب ديالي مفتوح، باب التوبة مفتوح. يمشي الراكب في هذا الباب مسيرة 500 سنة، 500 سنة يمشي الراكب مفتوح، يدخله جميع الناس، يناديك كل يوم تعالى، يطلبك كل يوم، ليس لمنفعته وإنما لمنفعتك. لكن الصاحب ديالك ما يديرش التليفون يقول لك: يا أخي يجي واحد الهمزة راكين وكذا، أبدا، إلا إذا كشف فيك مصلحة، شف فيك مصلحة يمكن صاحبك في الدنيا. أما الله عز وجل فهو يناديك ويطلب منك أن تقترب إليه. فخير من تصحبه أيها الإنسان هو مولاك، هو الله الذي يطلبك لحضرته سبحانه وتعالى، ويجتبيك الله لمحبته من غير نفع يعود منك إليه.
من غير نفع يعود منك إليه. عندك تقول أنا قربت لله رنفعته بالصلاة ديالي وبالصيام ديالي وبالزكاة ديالي وبالحج ديالي وبالعمل، أبدا. الله عز وجل غني، الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم. ولذلك يعني ابن عطاء الله رحمه الله قال إنما هو برور وإحسان منك إليك، فكيف تتركه وتطلب الأنس بغيره وضرره أقرب من نفعه، أو ضره أقرب من نفعه، معنى تطلب الأنس من البشر والضرر دياله هو أقرب من النفع، ضر ديال الإنسان، لكن الله عز وجل نفعه أقرب من ضره سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض الحكماء قال جرب الناس، معنى جرب الناس معنى تشارك مع الناس ودخول في الناس وتخالط مع الناس وشوفهم، قال جرب الناس تجدهم عقارب، تجد الناس ماذا؟ عقارب، كلما قربت لواحد ها؟ وقالوا بكري الأقارب كالعقارب، الأقارب كالعقارب، واش العقرب لما يعني اللي بعدت عليها ما تمسكش، ولكن لما تقرب حداها هي تدافع عن نفسها. قال هذا الحاكم الحكيم العالم قال جرب الناس تجدهم عقارب، فإذا طلبت الصحبة فاصحب العارفين بالله عز وجل، هؤلاء العارفون الذين ينهضوك حالهم ويذلك على الله مقالهم. هل العارفين ينهضوك حالهم، حال ديالو لما كتشوفه خانت متكاسل تولي بحاله، كيفاش هذا دار وانا ما نديرش، كيفاش هذا مخلق وانا ما نخلقش، كيفاش هذا يقول انا ما نقولش، خصني نكون حتى انا بحاله. ينهضوك حاله ويذلك على الله مقاله، حتى لما تسمع الكلام ديالو دائما ما شاء الله استغفر الله سبحان الله لا اله الا الله، معنى الكلام ديالو كله ينهضك يذلك على الله مقاله. فعندما تكون يكون أصحابك عارفون بالله، هذه الصحبة ديال العارفين، يقول ابن عطاء الله لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يذلك على الله مقاله. عندك ديال الأصدقاء ديالك أو الأصحاب ديالك يعني اللي ما ينهضكش الحال ديالهم هو بعيد عن الدين، حتى لو بغيت أنت تقرب هو بعدك، وإلا بغيت يعني تسمع الكلام اللي هو جميل ما فيش كلام، كاين غير السب والشتم والرب إلى آخره والعياذ بالله. ها فكم يعني كم من صحبة يعني توصل الإنسان إلى المصائب أيها الأحباب. ولذلك أحسن الصحبة أن يصحب الإنسان ربه سبحانه وتعالى، أن صحبة من يوصل إلى الله فما هي إلا صحبة الله، إذا صحبت من يوصل إلى الله فهي صحبة لله عز وجل. إذا ما تم سواه، والنظر إلى العارف بالله فإنما هو نظر إلى الله. نعم. وإذا لم تبقي فيه بقية عليه لغير الله فصار نورا محضا من نور الله، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن لله رجالا من نظر إليهم سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. إن لله رجال، رجال أو نساء، إن لله رجالا من نظر إليهم، نشافهم فقط رافقهم جلس معهم سمع الكلام ديالهم يعني تحب معهم يعني نظر إليهم سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لا يشقى ما فيش أبدا. ولذلك تجد الناس لما يدخلوا مع الجماعة خروج عمل إلى آخره، شوف الإخوة هذا اللي كيذوقوا هذا الحلاوة هذا، وهذا وخضربوا بالدبابات ما يرجعش له، لأن علاش سعيدة سعادة كيحس واحد جنة، جنة المعارف، وهذه الجنة هذه ما وصلهاش أبدا ولو أنفق الملايين ما يوصلهاش، لا يرجع أبدا إلى وراء، يتقدم دير اللي تحب. وهذه كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المجتمع كان مشرك لكن لما دخلوا مع الرسول عرفوا دين محمد، يعني كانت الصحبة ديالهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع العارفين بالله، خلاص أصبحت الحياة عندهم مع رسول الله أغلى حياة، حتى لو يعني دفعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة،
بأن لهم الجنة. ولذلك هؤلاء دائما موجودون لا ينقطعون أبدا، ظاهرون ظهور الشمس لا يخفون إلا على من أراد الله منه طردا وبعدا، والعياذ بالله. هكذا يقول ابن عطاء الله: معنى الفائدة دي هذا صحبة العارفين، باش نتصاحب مع الناس اللي هم عارفين بالله وهم مصلحين وهم مؤمنين، شو الفائدة؟ هو حصول اليقين. معنى الفائدة باش نتصاحب معهم باش يحصل لي شنو؟ اليقين. ولذلك يقول ابن عطاء الله في الحكمة 113 قال: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولا رأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. هذا فائدة صحبة العارفين باش نصحبهم، يعني قال ابن عطاء الله هو حصول اليقين، معنى الفائدة لهم باش توصل اليقين الحقيقي بالله عز وجل. يقول: لو أشرق لك نور اليقين. واليقين هو العلم الذي لا يزاحمه وهم ولا يخالطه ريب ولا يصحبه اضطراب. معنى لما توصل درجة اليقين، لأن كاين عين اليقين وكاين علم اليقين، هذا الناس وصلوا إلى علم اليقين. هذا علم اليقين هو الذي لا يزاحمه وهم، أبقاش عندك شك أبدا في دماغ ديالك، ما عندكش ريب أبدا، ما عندكش اضطراب. اضطراب يعني في الحياة النفسية ديالك، سلمت أمرك إلى الله. نعم. ولذلك شبه به العلم إذا صحبته الطمأنينة أو صحبته الطمأنينة. فإذا عندما العلم تصحبه الطمأنينة لم يبقى للقلب فيه تحرك ولا اضطراب، وإشراق نوره هو ظهور أطره على الجوارح. هذا النور يظهر على الجوارح ذا الإنسان، على اليد، على الرأس، على العينين، على الأنف، على الأذنين، على الرجلين، كل يظهر هذا النور على الجوارح. فعندما يظهر هذا النور على جوارح الإنسان يظهر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. زهد في الدنيا لا قيمة لها، رغبة في الآخرة. فعندما يظهر هذا النور على جوارح الإنسان يصبح زاهدا في الدنيا، لا قيمة للدنيا عنده، راغبا في الآخرة، يحب الآخرة. ويظهر من هذا الإنسان الانحياش، من الوحشة إلى الله عز وجل، والاشتياق إلى حضرة الله عز وجل. ولذلك يعني المصارعة إلى ابتغاء مرضات الله والمبادرة إلى مضان محاب الله، كل حاجة فيها محبة الله يقرب لها، ويلهج لسانه بذكر الله عز وجل، ويشغل قلب هذا الإنسان بفكر الله عز وجل، وهيمان الروح في حضرة قربه سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو كيسمي العلماء إشراق اليقين، إشراق نور اليقين في القلب. ومن علامة هذا إشراق اليقين قالوا العلماء، قالك أن يصير الآجل عاجلا. الآجل شنو هو الآجل؟ هو الآخرة، يصير عاجل كأنه قدام، والبعيد حاصلا، الشيء اللي بعيد هو كان اليوم، والغيب شهادة، الذين يؤمنون بالغيب، الجنة والنار والصراط والميزان هذا غيب، ملائكة شنهمش يصبح حاصلا كأنه الإنسان يراهم ديركت. فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ولذلك يقول ابن عطاء الله: لو أشرقت لك نور اليقين. فلو أشرق نور اليقين في قلب الإنسان لرأى الآخرة الآتية حاضرة. آخرة الجنة كيشوف قدامه والنار قدامه، أقرب إليك من أن ترحل إليها، باش حتى يوصل الأجل، باش تموت وتمشي. لا، أصبح هذا الإنسان لأن أصبح عنده نور اليقين في قلبه، فأصبح ينظر إلى الآخرة مباشرة، شوارع، جنة، نار، حساب، عذاب، نعيم، سبحان الله.
ولا رأيت محاسن الدنيا الوهمية الفانية ظهرت. هذه الدنيا هذه المحاسن ديالها والزخرفة والجمال والنور اللي فيها وإلى آخره، لا رأيتها فانية كسفت الفناء عليها، أي قد انكسفت، قد انكسف نور وجودها بظهور ظلمة فنائها. لما شوف الظلام فناء بأن غد فناء، ما بعد الآخرة شنو؟ ما بعد الدنيا فناء، فترى ذلك الفناء ظلام ظلام. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، إذا العشار عطلت، إذا الوحوش حشرت، إذا البحار سجرت، إذا النفوس زوجت، إذا الموؤودة سئلت. يعني كل هذه الأنوار النجوم الكواكب كلها بعد يعني تصورها فانية. إذا ما بعد الفناء شنو؟ ظلام. ها ظلام، ما فيش ضوء، ما فيش ضوء أبدا. يتصور الإنسان هذا الظلام، فيعني يأتي هذا نور الإشراق، نور القلب، فتصبح الجنة اللي هي دائمة أمامه، فيفضل الآخرة على الدنيا. لكن احنا اليوم يعني ما القلوب ديالنا في غلاف، نريد أن نعيش، كيف بدنا نعيش غير هنا اللي هي ما يهمنيش. فلذلك قال ابن عطاء الله: لو أشرق نور اليقين، نور اليقين، لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. مش حتى يوصل الأجال 60 عام و70 و80 و100 عام تموت هليت مشي، لا لا، من دروك وأنت تدرك عندك 20 سنة، يعني 25 15 عام، صافي خلاص، أصبح ترى الآخرة قدامك والجنة وإلى آخره. لماذا؟ دائمة. أما هذه اللي أنت فيها فانية، بعدها عدم، بعدها ظلام، كل شيء، الكواكب تمتطر، الجبال تسقط، البحار تجف، يعني الناس يموتون، عشار عطل كما قلنا، الوحوش عشرت، خلاص هدفنا. إذن بعده عدم، ترى العدم فقط. لا إله إلا الله، وما كان باطنا صار ظاهرا. ما كان باطنا أيها الأحباب، ما كان باطنا صار ظاهرا، وما كان ظاهرا صار باطنا، بالعكس. وما كان كثيفا صار لطيفا، وما كان لطيفا صار كثيفا، وما كان غنيا أو ما كان غيبا صار شهادة. غيب الجنة والنار، الحساب، الملائكة، غيب صار شهادة. يصبح لما دخل نور عن الله اليقين إلى القلب، الغيب أصبح شهادة. يرى الغيب، الملائكة والجنة والنار إلى آخره، أصبح شهادة يراها الإنسان وهو في الدنيا. وما كان شهادة صار غيبا. شهادة شنو؟ الدنيا، العمارات والبنايات والوزينات والمصانع والأبناء، يعني نراهم، صار غيب. ترى الإنسان بالعين دياله هو لا يرى شيء، إنما يرى فقط يعني الساتيليت دياله كيشوف العالم الآخر. وهذه أداء أيها الأحباب، هذه درجة عالية جدا، ولذلك هذه الناس ربانيين وصلوا للدرجة هذه. ما كان غيب أصبح شهادة، ما كان شهادة أصبح غيبا. وإنما بعد ذلك، بعد ذلك عن الخلق، لماذا؟ ضعف إيمانهم وقلة نور يقينهم. معنى هذا الشيء علاش بعد علينا هذه الدرجة باش نوصلوا لها؟ لأن الإيمان ديالنا قليل أيها الأحباب، ونور اليقين يعني كذلك قليل. ولو أشرق نور اليقين في قلوبهم لرأوا الدنيا مكسوفة، مكسوفة أنوارها بادية، يعني عوارها كما رآها حارثة رضي الله عنه. حارثة هذا رضي الله عنه حين أخبر عن حقيقة إيمانه، هذا الصحابي الجليل، جاء في الحديث الذي رواه أنس وروي عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، إذ استقبله شاب من الأنصار. الرسول كان يتمشى، واحد الشاب من الأنصار شافه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. الرسول يتلقى مع هذا الشاب، الرسول يسأله: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. فقال له: انظر ما تقول. قال: يا الرسول شوف اش تقول، مؤمنا حقا، هذا الكلام هذا، فإن لكل قول حقيقة،
كل كلام عنده حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ أنت قلت مؤمن حقا، كل قول عنده حقيقة. أشرح الحقيقة ديال الإيمان ديالك بأنك مؤمن حقا. هذا رسول الله يسأل، فقال يا رسول الله، معنى عزفت نفسي عن الدنيا، معنى عزفت معنى أدبرت وهربت. حقيقة الإيمان ديالي هو أن نفسي عزفت عن الدنيا، أي أدبرت وهربت. فعندما أدبرت يعني عزفت نفسي عن الدنيا بمعنى أدبرت وهربت، أسهرت ليلي، أسهرت ليلي، معنى أسهرت ليل، سهرت الليل قياما، قراءة، ذكرا، استغفارا، تفكرا في عظمة الله. ها؟ أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، سهرت في الليل وصمت بالنهار. إذا ماش وصلت أنني نسهر بالليل ونصوم بالنهار، لأنه عزفت نفسي عن الدنيا، الدنيا هذه هربت من هذه النفس يعني تماما، وأدبرت أدبرت عن الدنيا تماما. فعندما أدبرت عن الدنيا أسهرت ليلي، قمت الليل وصمت النهار. فكأني يقول حارثة رضي الله عنه بعرش ربي بارزا، كأنني بعرش الله، الكرسي ديال الله عز وجل بارز على وقف، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون. أنا بديت كنش كأنني الجنة قدامي وشوفهم أهل الجنة يتزاورون من قصر إلى قصر، هذا يمشي عند هذا. وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون فيها، كيغوتوا. بديت كنشوف جهنم والناس فيها يعذبون ويصرخون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبصرت فالزم، يعني أصبحت عندك بصيرة هالدرجة هذه، إلزم هذا النور، قف هذا النور حتى تموت عليه. ها؟ فالزم هذا النور، نور الإيمان يبقى في قلبك. قال يا رسول الله، هذا الصحابي ما يكفيش فقط درجة هذه اللي يصليها، وإنما قال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، اطلب لي الله عز وجل نموت موت شهيد. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فقتل يوم بدر شهيدا. فجاءت أمه، مات بدر، غزوة بدر أول غزوة في الإسلام، مات شهيدا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أمه إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني. أنت تعرف يا رسول الله يعني حارثة المنزلة دياله مني شنو هي؟ يعني أمه. فإن يكون في الجنة، تقول أمه، إن يكون في الجنة أصبر، وإن لم يكن في الجنة ترى ما أصنع. ما أنا إلا كان في الجنة راني فرحانة غادي نصبر، وإذا كان في حاجة أخرى تقول غادي نهبل وغادي. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو هبلت، معنى أو يعني هبلت، أو جنتي إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، يعني الولد ديالك راه يعني أصاب الفردوس الأعلى. والفردوس الأعلى أيها الأحباب إنها أعلى الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه جنة الفردوس فإنها أعلى الجنان. لماذا أعلى الجنان؟ لأن فيها رسول الله. سيدنا رسول الله غادي يكون فين؟ في جنة الفردوس. قال لها سيدنا رسول الله هذه الأم ديالو، قال لها: تعرفي بأن الولد ديالك يعني إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى؟ فرجعت وهي تضحك وتقول هذه الأم: بخن بخن يا حارثة، بخن بخن يا حارثة. يعني الكلمة هذه كان العرب يقولونها افتخارا وفرحا وبهجة، بخن بخن يا حارثة. وكما رآها معاذ ابن جبل رضي الله عنه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له: كيف أصبحت يا معاذ؟ الرسول يسأل معاذ: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكل قول مصداقا،
ولكل حق حقيقة. فما مصداق ما تقول؟ تقول مؤمنا حقا؟ ما مصداق؟ شنو الدليل؟ فقال يا رسول الله ما أصبحت صباحا قط، يعني ما أصبحش عليه صباح قط الحياة الدارية، إلا ظننت لا أمسي. يعني لما طلع صباح نظم النعاس كنظن بأن في المسار ربما نوصل لما نوصلش، واش تغيب علي الشمس ولا ما تغيبش، وما أمسيت قط إلا ظننت أنني لا أصبح. لما تغرب علي الشمس الصباح ما عرضوش نصبح حي ولا لا، ولا خطوت خطوة قط إلا ظننت أني لا أتبعها بأخرى. إذا الخطوة الأخرى واش غادي يرميها ولا ما يرميهاش؟ وكأني يقول معاذ ابن جبل يبغي يبين الحقيقة ديال الإيمان ديالو، يقول وكأني أنظر إلى كل أمة جاتية، كل أمة جاتية، الجاتية يعني كل أمة تدعى إلى، وترى كل أمة جاتية، كل أمة تدعى إلى كتابها. معناك يتصور هذه الآية قدامه ويشوف أن كل أمة جاتية على الركب تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله. يتصور بأن كل نبي يجي مع الأمة دياله، كل أمة تجيب الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله. وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار، يقول يعني معاذ وتواب أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم له كذلك عرفت فالزم. فهذان الرجلان اللي هما معاذ وحارثة، يعني الرجلان الأنصاريان، أشرق نور اليقين أو أشرق نور الإيقان في قلوبهما، وشرح الله عز وجل به صدورهما، فرأوا ما كان آجلا عاجلا، وما كان آتيا واصلا. ما كان آجلا شافوه عاجل، معنى الآخرة شافوها في الدنيا. ما كان آتيا واصلا، معنى جاي، أتى أمر الله. إذا شوف هذا النور أيها الأحباب، إن النور كما قال رسول الله إذا دخل القلب انشرح له الصدر والفسح. النور لما يدخل القلب ديال الإنسان معناه انشرح له الصدر، كيتحل الصدر ديال الإنسان ويصبح واسع. ولذلك يقول الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرج كأنما يصعد في السماء. قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ يعني النور لما يدخل القلب وكينشرح الصدر، يدخل القلب وكينشرح له الصدر والفسح، معنى واش كاين عندنا شي علامة باش نعرفه؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. هذه علامة ثلاث. يعني التجافي يعني الدنيا ما يديرهاش الإنسان في القلب دياله، لما كتلقى الدنيا ينظر إليها باحتقار، كل الدنيا. الإنابة دائما يفكر دار الخلود اللي هي الجنة آخرة. الاستعداد للموت قبل النزول، قبل ما يجي الموت هو مستعد، موجد رأسه، فهي كما قلنا في الجمعة الاستعداد للموت، هذه من علامات التقوى. ولذلك اليقين أول أيها الأحباب، كما قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله، قال اليقين نور يجعله الله في قلب العبد حتى يشاهد به أمور آخرته ويخرق به كل حجاب بينه وبينها حتى يطالع الآخرة كالمشاهد لها. أصبح الشاهد ديركت. فإذا تكامل إشراق نور يعني الإيقان، لما يكون هذا الإشراق ديال النور اليقين في قلب الإنسان، غطى هذا النور وجود الأكوان، هذه الأكوان وقشها الإنسان. وعندما يغطي هذا النور لما يدخل القلب يغطي الأكوان، يعني وقع العيان كيسوع الإنسان كيشوف ديرت. ولم يبقى إلا نور الملك الديان. ولذلك يقول ابن عطاء الله في الحكمة 134 ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ما حجبك عن الله
وجود موجود معه إذ لا شيء معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. يقول ابن عطاء الله: الحق تعالى ظاهر، الحق تعالى ظاهر ونوره للبصائر باهر، وإنما حجبه مقتضى اسمه الحكيم واسمه القاهر. فما حجبك عن شهود الحق وجود شيء معه، لأن الله كما قال: أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ولكن حجبك عن شهوده توهم وجود شيء معه ولا شيء مع الله عز وجل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، واحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. فالفعل لا يصدر من غير صفة، الصفة لا تفارق الموصوف، فالفعل متحد والفاعل واحد، والصفة متحدة والمتصف بها واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك علاش كيجي هذا التوهم ديال الغيرية مع الله، حتى يعني ظهر الشرك في الناس وعبد الناس غير الله واعتقدوا في غير الله النفع والضر؟ عدم الفكرة، أن الناس لا يفكرون. وسبب عدم الفكرة حب العاجلة، ما بقاش كيفكر الإنسان، ولما بقاش كيفكر الإنسان السبب ديالو شنو هو؟ حب العاجلة، حب الدنيا. فهي هذه الدنيا الشاغلة للقلوب عن السير إلى حضرة علام الغيوب. وحكمة حب الدنيا أيها الأحباب أو حب الدنيا ظهور القهرية، فمن قهاريته تعالى أن احتجب بلا حجاب وغطى الله عز وجل نور شمسه بالأسحاب. وأيضا قوالب العبودية حجبت مظاهر أنوار الربوبية، وهذا كلام كبير جدا أيها الأحباب. لا إله إلا الله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك لما قرر أمر الوحدة ونفى وجود الغيرية استشعر سائلا يقول له: وهل هذه المكونات الظاهرة فما تقول فيها مع ثبوت الوحدة؟ فأجاب بأنها قائمة به سبحانه وتعالى، ولولا ظهور نوره سبحانه وتعالى فيها ما ظهرت هذه الأكوان. ولذلك يقول ابن عطاء الله في الحكمة 135: لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار، لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته، كان الله عز وجل ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. كان حتى واحد في المخلوقات يأكل الله هو الأول، كان شيء مخلوق معه أبدا، إنما المخلوق هو الذي خلقه، كان الله ولا شيء معه. سيوصل الأذان، صلوا على سيدنا محمد. إذن لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار، حتى البصر ما يشوف الإنسان ما كاينش، لكن الله نور السماوات والأرض، نور، ولو أزيل هذا النور لا ما رأيت شيئا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، ولو ظهرت صفاته اضمحلت المكونات أو المكونات. فلذلك يعني ليس هناك شكل ولا رسم متصفة بصفات المعاني والمعنوية يعني متسمية بأسمائها القديمة، منعوتة بنعوت الجلال والجمال. لا إله إلا الله. فالحق سبحانه وتعالى أيها الأحباب ظهوره تعالى بواسطة تجليات الأكوان فيها لطف كبير، إذ لا يمكن شهوده ومعرفته إلا بواسطة هذه التجليات. إنما نراه، نريد أن نرى الله
نراه في المكونات. تريد أن ترى الله؟ شوفه في الكون. يقول الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون. من عرف نفسه عرف ربه. لما تعرف نفسك تعرف الله. لما تشوف هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل بهذا الشكل الجميل ترى الله عز وجل. ها، إذن ظهوره سبحانه وتعالى بواسطة، معنى أنك ترى الله عز وجل بواسطة تجليات الأكوان فيها لطف كبير. إذ لا يمكن شهوده ومعرفته إلا بواسطة هذه التجليات. تجلى الله على الكون فنحن نرى الله في الكون. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل. إذا الكون مكون، معنى الله عز وجل ظهر في المكون وهو الجبل. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، هذا التجلي، تجلى الله بالواسطة في الكون. ما نجيش ديريكت تشوف الله مباشرة، ما يمكنش أبدا. هذا لا لماذا؟ لأن لا نستطيع أن نرى الله في الدنيا ديريكت. الله ما خلقش فينا هذه القدرة هذه باش نرى، إنما نراه عن طريق الواسطة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما تجلى الله للجبل، الجبل ما بقاش وقف ولا مقاد، ولا الجبل من خشية الله أصبح الجبل ذكا. وموسى كيشوف الجبل كان وقف، الله تجلى له أصبح الجبل ذكا، خر موسى صاعقا. موسى من كثرة ما رأى لم يستطع أن يقف، إنما طاح مغشيا، سقط مغشيا عليه. فلما أفاق من غشيانه ومن سقوطه قال سبحانك تبت إليك. الله يتكلم مع سيدنا موسى، يتكلم مع الله، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. قال يا موسى، تكلم الله معه، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، إني اصطفيتك يعني اخترتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هل يقول ابن عطاء الله لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار، ولو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته. لو ظهرت صفات الله عز وجل في الكون المكونات كلها تذوب، يبقاش عندها أثر أبدا. وإنما هذا التجلي فقط، هذا التجلي أيها الأحباب. ولو ظهر بالأوصاف التي كان عليها في الأزل بلا واسطة لتلاشت الكائنات واضمحلت ولم يبق لها أثر. ها؟ لو أنزلنا هذا القرآن، صفاته القرآن هو كلام الله، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف عنه لأحرقني، لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. حجاب ديال الله شنو هو؟ والنور. ولو زيل هذا النور لأحرق السبحات، أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، كل حاجة أدركتها الأبصار دياله تحرق. ولذلك لو يقول ابن عطاء الله لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته، أي لو ظهرت نعوته الأصلية الأزلية لاضمحلت المكونات الحديثة. إذ الكائنات كلها تكثيف للأسرار اللطيفة. لا إله إلا الله، هذا كلام كبير جدا أيها الأحباب، ولا لا يسعنا باش نتكلم فيه كثير، لأنه هذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى فكر. نسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله. يقول ابن عطاء الله في الحكمة 136 أظهر كل شيء بأنه الباطن،
وطوى وجود كل شيء بأنه الظاهر، أظهر كل شيء بأنه هو الباطن، وطوى وجود كل شيء بأنه الظاهر. معنى مضمن هذا الكلام الذي قاله ابن عطاء الله أن اسمه تعالى الباطن يقتضي ظهور الأشياء حسا ليكون باطنا بسبب ظهور حسها، لأن الحس رداء أسرار المعاني. واسمه الظاهر يقتضي بطون الأشياء أي هلاكها واضمحلالها ليكون ظاهرا بما ظهر منها. أظهر كل شيء بأنه الباطن أي بسبب أنه الباطن ليتحقق بطونه بها، وطوى وجود كل شيء بسبب أنه الظاهر ليتحقق انفراده بالظهور فيها. والحاصل أن الحصر في قوله هو الظاهر يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا ظاهر معه. ما نقول ظاهر أي أن الله لا ظاهر معه، فانطوى وجود الأشياء، كل شيء الأشياء انطوت واضمحل يعني واضمحل لها. وقوله هو الباطن يدل على أنه لا باطن سواه، هو الظاهر إذن لا ظاهر معه، وهو الباطن إذن لا باطن معه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فبطنت الأشياء كلها بعد ظهورها، فدل كلامه سبحانه وتعالى على أن ما ظهر به هو الذي بطن به، والذي بطن به هو الذي ظهر فيه، وإلا لم يصح الحصر. فتحصل أن الله سبحانه وتعالى ظاهر في بطونه باطن في ظهوره، ما ظهر به هو الذي بطن به، وما بطن به هو الذي ظهر به، وما ظهر به بحكمته هو الذي بطن به بقدرته، وما بطن فيه بقدرته هو الذي ظهر به بحكمته، وهكذا يقول العلماء رحمهم الله. هو الأول كيشرحوا آية كريمة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابن عطاء الله يقول معنى كيفية النظر والاعتبار في المكونات أو المكونات لتعرف ظهوره تعالى فيها، ظهور الله في هذه المكونات. أباح، يقول ابن عطاء الله، أباح لك أن تنظر في المكونات وما أذن لك الله عز وجل أن تقف مع ذوات المكونات. أن الله عز وجل أباح لنا أن ننظر في ماذا؟ في المكونات. قل سيروا في الأرض فانظروا، انظروا ماذا في السماوات والأرض. فبقوله انظروا ماذا في السماوات والأرض فتح لك باب الأفهام، ترى العوالم، ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. ولذلك لما سئل بعض العلماء الربانيين قالوا أديها الناس يصعدون إلى القمر، ما رأي الإسلام، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح بأن هذا الناس يصعدون إلى القمر؟ ماذا كان الرد من هذا العالم؟ قال إننا نبحث عن مدور الأفلاك لا من يصلها. هما كي يبحثوا عن المخلوق اللي هو القمر، يبحثون عن المخلوق وغادي يمشوا المريخ وغادي يمشوا العطارد يمشوا الكواكب كلها، هذه مخلوقات. قال هم يبحثون عن المخلوق ونحن نبحث عن الخالق الذي خلق القمر وخلق هم يبحثون عن المخلوق ونحن نبحث عن الخالق. قال هم يبحثون عن المخلوق ونحن نبحث عن الخالق. قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هم يبحثون عن الأفلاك ونحن نبحث عن مدور الأفلاك الذي يدور القمر. الشمس كيف تمشي؟ القمر كيف يمشي؟ من الذي؟ هل هذا طبيعي؟ لا يمكن. هم يبحثون عن مدور عن الأفلاك عن الأجرام، ونحن نبحث عن مدور الأفلاك عن الله عز وجل. وكين فرق أيها الأحباب بين الذي يبحث عن مدور وبين الذي يبحث
عن الفلك. هكذا يقول هذا كنرد يعني. وهذا هذه المعرفة كما قلت لك نريد جنة المعارف. ما يوصل الإنسان هذه الدرجة يا جنة المعارف هذه درجة عالية جدا. إنما أبرز الله هذه المكونات وأظهر هذه العوالم ليعرف بها ويظهر نوره فيها. خلق الله السماء والأرض والجبال كواكب والإنسان ليظهر نور الله في هذه المكونات. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناش السماء والأرض والشي اللي بين السماء والأرض ما خلقناهش هكذا. خلقناهم ليظهر نور الله فيهما، ليظهر نور الله في هذه المخلوقات. وما خلقناهما إلا بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولذلك قال بعض العلماء فما نصبت الكائنات لتراها، ولكن لترى فيها مولاها سبحانه وتعالى. يعني ما خلقش الله هذا قال لك واحد غادي يمشي للطبيعة ومشي للغابة ومشي كذا باش نشوف جمال وشوف، وإنما أنت لما نجي شوف الله في هذه الأشياء هذه. ها لما يجي واحد الفيلم ديال البحر كتشوف الحيتان بأشكالها وأنواعها وصار الأشكال سبحان الله، ترى الله عز وجل، ترى المخلوق، ترى الله فيه. من الذي خلق هذه الأشياء؟ الله. لما تشوف الجبال والجبال أوتادا ترى الجبال بالشكل ديالها، جبال الهيمالايا يعني بعض المرات كتشوف الجبال هذا يعني ترى. من الذي خلق هذه؟ الله عز وجل. ولذلك قال فما نصبت الكائنات لتراها ولكن لترى فيها الله عز وجل. فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها، تراها من حيث ظهوره فيها ولا تراها من حيث كونيتها. هكذا يقول العلماء رحمهم الله. فأباح لك أيها الإنسان أن تنظر ماذا في السماوات والأرض من النور اللطيف التي قامت به الأشياء، وما أباح لك أن تقف مع ذوات المكونات. تقف مع القشر، الناس يبحثون عن القشر، الغابات والصحاري والبحار الكواكب والجمال وملكة الجمال إلى آخره، هذه قشر. يعني أنت تقف مع القشر وتحجم عن اللب، والأكوان ظاهرها غرة كما تقدم لنا وباطنها عبرة. فمن وقف مع ظاهرها كان محجوب، الظاهر كان محجوبا عن الله، ومن نفذ إلى باطنها كان عارفا لله سبحانه وتعالى. كل الوقت وصل حاجة. اللهم صل أفضل صلاتك على أشرف مخلوقاته سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. لله رب العالمين.